لك ان 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 ان, إن, إن انت شو عملت؟ غصب عني يا اختي، غصب عني. لك ان ان انت انت دمرتنا. اللي صار لازم تصلح اختي. انا جاي اخذك انت وعياش حتى نطلع برات البلد. لك ان ان انت انت شو عم تحكي؟ انت ان انت شو عم تحكي؟ مشان الله روح عصي، روح قبل ما يجي عياش ويشوفك هون. روح اخي روح والله ما يشوفك هون بيقتلك. روح. ليش لحتى يقتلني اختي؟ عياش صاحبي. عياش عرف كل شيء. عرف انك انت غريمه وعرف بالسر. عارف بعلاقتك إن انت واخته سراب، وعارف انه إن انت السبب اللي خلاها تهرب وهي حبله. طيب اختي، بركي عياش قتلك وعملك شيء. روح عصي، روح روح. طيب اختي، ديري بالك على حالك. سامحيني. عمو، قل لك شي وما بتزعل مني؟ تفضلي. أنا قلبي حاسسني إنه الأستاذ نزار عنده كتير أخطاء بحياته، ومن ورا هاي الأخطاء يعني عم بصير معه هيك. هذا كلام صحيح، وأنا كنت عرفان إنه بده يصير هيك، مشان هيك ما طاوعته. بس المشكلة إنه أنا بعرف كل شي. طيب احكي لي. وصال، أنا مالي مضطر أحكي لك. سر احتفظت فيه 23 سنة، إجي هلأ بلحظة ضعف أحكي لك. إيه، الله يهدي البال أحسن شيء. بس أنا ما عاد فيني أصبر، بدي أعرف شو عم يصير فوق. يعني قد ما طولوا، آخر شيء بده يطلع، وساعتها بده يحكي لك كل شيء. خير دكتور، طولتوا. أستاذ نزار تعب، أنا تركته يرتاح. أول ما بفيق بتضل معه وبتساوي له اللي بده إياه وبدون تردد. أمرك دكتور، أمرك. وصال بعد إذنك ساوي لي فنجان قهوة، حاسس راسي قد جبل. إيه تكرم. أبو زياد، ليش ما حكيت لي الحقيقة؟ أنت حطيتني بأكثر موقف محرج بحياتي. أنا كنت بعرف إنه بدي أحكي لك الحقيقة، وهذا اللي كان مخوفني. خوفك؟ من شو؟ ما بدي يكون معه شريك بالجريمة، مع إنه أنا ما عرفت باللي صار مع سارة إلا بعد وفاتها بفترة. للأسف يا أبو زياد، أنا ما بقدر أفيدك بشيء، أنا ماني رجل قانون. بس أنا ما بدي الأمور تصل لهون، ما بدي. يوميتها شو ساويت بالبنت الصغيرة؟ أمي، ليش ما بتدقي للشرطة؟ بيجوا لهون وبيستنوه، أول ما بيوصل بيقبضوا عليه. أنت شو صار لك؟ قلت لك أنا رح أتصرف. أمي، ليش بتتوتري كل ما بحكي هيك؟ عن جد في شي غلط. شو هو الغلط؟ خوفك منه، تمسكك فيه. أنا لهلأ ما عم أفهم إنه زلمة غريب يفوت على حياتنا فجأة وما نقدر نطالعه منها. خلص اصبري، خلص أنا رح حل هالموضوع. هدي أنتي، هدي. أنا لازم ساعده بأي طريقة، وما رح أحسن أعمل شيء لحتى أكون أنا مستلم التحقيق.
ادخل. احترامي سيدي. اهلين طارق، خير؟ شو في سيدي؟ من بعد اذنك في مجال اطلب منك طلب؟ احكي لي طارق، شو في سيدي؟ انا بدي اتكلف من بعد اذنكم بملاحقه المطلوب عاصي دياب العفيفي. طيب شو السبب وليش سيدي؟ ابدا ما في سبب، بس انا حابب اثبت جدارتي بهذا الموضوع واكسب ثقتك اكثر واكثر. برافو عليك يا طارق، انا هذا الاندفاع بقدره وبحترمه كثير. يعني بفهم من كلامك انه طلبي مقبول؟ شوف يا طارق، اذا فعلا انت حابب تثبت جدارتك، مو بس هي المهمه الك، انا رح وكلك بمهمه اخطر بكثير من قضيه المطلوب عاصي. سيدي يعني اسمعني للاخر. اليوم بالقياده في اجتماع للضباط وصف الضباط، وانت رح تكون معي ورح تتكلف بالمهمه رسميا قدامهم كلياتهم، ومن الصبح بكير بتكون مزروع عندي هون بالمكتب لحتى مباشر بالاجراءات اللازمه. مفهوم؟ مفهوم سيدي، انت بتأمر امر. احترامي. الله معك. انت ليش معذب حالك؟ ما في عذاب ولا شيء، احنا صرنا اهل، ما حبيت اجي بايدي فاضيه. يسلم. الله يسلمك. عن اذنكم انا لازم ارتاح شوي. قلبي ناقزني من هالزلمة. أنا من إيدك هي لإيدك هي. ولازم بكرة الصبح نروح على الجامع اللي فيه الشيخ صالح ونسأل على البنت. أنا جاهز مثل ما بدك. واعمل حسابك، ما رح نهدى لحتى نلاقيها. هيدي بنتي ولازم ترجع لحضني. كل شي بالوراق بدل إنه أمي عاملة عملية وفايتة على المشفى. ليش كذبت علي؟ ليش قالت لي لا؟ لازم أعرف شو هاي الورق. لازم أعرف ليش فاتت فيهم على المشفى. لازم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. أهلين مريم. جبتي المحاضرات للبنت؟ ايه طبعا. شو صفناني؟ ولا شيء. هي المحاضرات بس تشوفي الصبيات هيهون. مش انتي ما رح تحضري اليوم؟ لا، عندي شغله لازم اتاكد منها. شو هي الشغله؟ بس اتاكد منها. انتي اول حدا رح يعرف. أول مرة بشوف ميادة هيك، بينتوا الموضوع كتير خطير. اسمعي يا طارق، هاي المرة اللي اسمها أم زهير لكل الناس بيخافوا منها، ومثل ما بتعرف بعض أصحاب النفوس الضعيفة بيصدقوها وبيمشوا وراها. طيب أنا سيدي شو المطلوب مني؟ المطلوب منك، مطلوب منك إلقاء القبض عليها وتجيب لي إياها لعندي لهم مباشرة، هي وكل شيء بيشتغل معها. هي شغلة سهلة كتير سيدي، واعتبرها صارت موجودة عندك هون. ماشي، عمل تحرياتك ومعك كامل الحرية بالتصرف حسب ما يناسب القضية. ماشي، انت بتأمر أمر سيدي، واعتبر الموضوع منتهي. تفضل. احترامي. هي المحاضرات اللي طلبتيهم من ميادة، وهي بتعتذر انه هي مانا موجودة لأنه عندها ظرف. شكرا لك، عزبتك معي. ولا يهمك، يعني هي ما عملت غير واجبها، لانه بصراحه لما كنا سنه اولى كنا نتمنى حدا يعطينا محاضر. اي والله حقك، سلمي لي عليها كثير وقولي لها امانه انه انا رح احافظ لها عليهم، وانا تاخرت صار لازم امشي. الله معك. يلا باي. بس المهم انك تنجحي. ها اكيد. باي. وصال بدي تسمعيني منيح وتفهمي شو رح اقول لك، بس ما بعرف كيف بدي بلش. قولي اللي بدك اياه. أنا هلأ بأخطر مرحلة بحياتي،
ما بعرف الايام شو بتعيد، يمكن ضل ويمكن ما ضل. وبدي اقول لك اني حبيتك من جوات قلبي، حبيتك وسامحيني، حبيتك وانت مره مجوزه، بس والله العظيم ما فكرت فيكي ولا باي نيه سيئه. انت ليش عم تقلي هذا الكلام هلا؟ عم اقول لك لانه لانه شو؟ لانه يمكن تفقديني بالايام اللي جاي، ما بعرف شو رح يصير معي. انا في بحياتي اشياء وعملت اشياء، اذا بتعرفيها ما كنت جيت اشتغلتي هون ابدا. نزار انا بعرف كل شيء. بتعرفي كل شيء؟ ايه بعرف. ولا تفكر اللي عرفته عنك رح يخليني اتعاطف معك، لاني انا كمان ضايعه مثلك. او حتى أنا ما بعرف إذا أنت معك حق باللي عملته أو لا، بس الشيء الوحيد اللي أنا متأكدة منه إني أنا مستحيل بعد عنك، أصلاً ما فيني بعد عنك. عن جد عم تحكي؟ وجد جد كمان. أنا اكتشفت إنه أنا بحبك. ما يخطر ببالك ولا لحظة إني ممكن أقول لك هيك شيء وأنا على ذمة رجال تاني. شو قصدك؟ منصور طلقني. يعني رح تبقي معي؟ ما رح تتركيني؟ ولا لحظة رح أبعد عنك. حتى لو كانت نهايتي وخيمة. أنا متأكدة إنه كل شيء رح يتصلح، ولو شو ما صار هي مشاعري أنا، مستحيل إني أقدر أخبيها. نزار أنا رح أضل معك لآخر لحظة من عمري، كنت متأكدة. وصال أنا بحبك كثير، شلون عرف؟ شلون؟ انت شو قصتك؟ شو بني ليش؟ لما طلعت ما كنت هيك، رجعت احوالك كلها متغيره، وكل الليل عم تحركي شو ما نمت. لانه الدنيا معاكستني، معاكستني معاكسي، بدها تكسر راسي وانا ما حدا بكسر راسي. شوفي شو صاير؟ قلي وين رحت؟ رحت لعند اختي، قلت بركي بتطلعني من هالمصيبه اللي انا فيها. لعند اختك؟ يعني ما كنت نسيان ولا فاقد الذاكره؟ ولو، لك انا عاصي، معقولي ما اكون بعرف اسمي ولا بعرف مين انا، وين رايح وين جاي؟ كنت عرفاني هالشي، وبعرف انك مانك سهل منوب. قتل شوف، احكي لي ليش قتلت ومين قتلت؟ ادخل. احترامي سيدي. اهلين طارق، طمني شو صار معك؟ سيدي ام زهير تارك الحارة والبيت من فترة وما عرفتوا وين راحت؟ سيدي المعلومات اللي عنا بتقول انه هي عندها بيت بأحد الأرياف، طبعا البيت مو لإلها لأخوها، وأنا أعطيت الأوامر للكل بالبحث عنها بكل هديك المناطق.
اسمع طارق، بدي اياك تحط كل جهدك بهي القضيه وبتنسى اي شيء ثاني، واي خبر جديد بتخبرني فورا، مفهوم؟ مفهوم سيدي، انت بتأمر امر. احترامي. بس انت اللي هلا بتحبها. بحبها، بس بحبها. لك انا بعشقها، بعشق الارض اللي بتمشي عليها. كنت مفكر بعد سراب اخته العياش اللي حكيت لك عنها، انه ما ممكن حب مره بحياتي، بس لما شفت صوم نسبني اياها ونسبني كل الدنيا. شو استفدت من هالقصة غير انك صرت مجرم ومطلوب وهربان من السجن؟ لك مجرم، مطلوب، هربان من السجن، كله ما بيهمني. ولك الحق مو علي، ولك كل الحق على ابي. ابي اللي ما رح سامحه كل عمري. لا تتحجج بابوك، اللي عملته عملته بايدك انت، مثل ما انا ساويت. لا دكتور، الحمد لله أنا ما بشكي من شي ولا فيني شي، بس في حدا من معارفي أنا بدي أفهم منك كم تفصيل عنه. خير، أنا ما فهمت قصدك، كيف بدي ساعدك؟ بدي تساعدني وتشوف لي هدول الأوراق وتحلل شو قصتهم. ايه شيخي، انا ما بدي اطول عليك، انا جاي اذكرك بموضوع صار له اكثر من 23 سنه. 23 سنه؟ يا الله يقدرني ويقدر اتذكر. شيخ، مصيري بين ايديك، بترجيك تساعد. تفضل. بيهمك امران؟ ايه بيهمني امران، بيهمني امره كثير. صاحبة التحاليل طلع معها سرطان بالرحم، عملت عمليه. شو العملية؟ استئصال رحم. قد ايه صار للعملية دكتور؟ صار لها شي 25 سنة تقريبا. يعني اللي بيعمل هيك عملية صعب يكون عنده اولاد؟ مو بس صعب، شي مستحيل. يلي بتعمل هيك عملية تصبح عاطر. ماما كرمالي، كرمالي لما تطلع برات البيت. انت ما بتحبيني، انت بالذات ما بتحبيني، لانه لا انت بنتي ولا انا ابوكي. الصراحة ما بعرف منين بدي ابلش، بس وانا رايح على صلاه الفجر لقيت هاي الطفله مرميه قدام باب الجامع. توقعت هالشي من وقت ما شفتك فايت وانت حامل، لانه كل فتره بيجينا مثل هيك حاله. طيب وانا هلا شو بعمل؟ ما تعمل شي، ترك لنا شي يثبت شخصيتك ونحن بناخذ البنت والملجا بيتكفل بالباقي. وانا جاهز ان شاء الله. ايه وبعدين؟ ولا قبلي حطيت البنت عندهم وطلعت. وقتها قالت المديرة إنه البنت بالحفظ الصون وإنت ما عاد إلك علاقة فيها. طيب هيدا المطرح وين؟ الملجأ اللي بنص البلد نفسه. لكن لازم نروح لهونيك. شكرا شيخ. شكرا. أهلا وسهلا. لأني روح أدرك أني سأبقى ألون حلمي تمني، فإني اخترت الصمت رحيلا إلى عشق من لا يرحل عني. سأبقى ألون حلمي تمني، فإني اخترت الصمت
سلام ميادة. خير شو في؟ طارق بدي اشوفك ضروري. شو صاير معك؟ هلا بس اشوفك بحكي لك. طيب طيب وين انت؟ معليش تقولي شو اسمك؟ يعني انت عن جد انت ايه؟ الو يا حلوه؟ جيبي لنا مي سناء. مي فاضي. عبي؟ يلا امي عجبي. طيبة المبركة على شغل اختي سناء. بعت لها رسالة؟ تسلمي لي يا سناء. انت وين كنتي؟ ليش ما اجيتي من زمان؟ يعني بتحبني؟ عيب انت تعملي هيك؟ وحرام عليك تعطيني الورطه؟ عيب شو بس؟ عيب شو؟ خير سناء شو في؟ عياش انا ما دخلني هاد قلبي القلب اللي هيك بده القلب اللي حبك انت الزلمة الوحيد اللي دخل لقلبي وحبيته انا بحبك يا غبي. لك يا سناء لك يا مجنونة سناء مشان تعني مجنونة انت شو عم تسوي ماني عارفان اضحك ولا ابكي. طلعنا نحن الاثنين بالهوى سوا. كل الاحوال هلا في قضيه بين ايدي، متى ما خلصت منها بوعدك يا مياد اني ما اتخلى عنك ابدا ولا بعد عنك حتى ولا شوي. لك شايفه يا وصاي؟ قلت لك انه هي مغارق علي بابا كيف رديتي علي؟ في بعدك هلا احلى بنات بدي اشتري لك احلى ثياب ولا حركه انت وياها.
يزار من مرضته. بدي احكي له كل شيء. نحن اسفين كثير يا استاذ، اسفين لانه اجينا بدون موعد. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. نحن جايين نسالك عن مديره كانت لهذا الملجا من 23 سنه. 23 سنه مين هي؟ اسمها مدام عناية. مدام عناية؟ اي والله والله، اللي عملته المدام عناية بهالملجا ما حدا قدر يعمله. طيب هلا وينها؟ كيف فينا نوصلها؟ هلا بصراحه هي طلعت على التقاعد، بس هلا بشوف كيف بقدر ساعدكم انا. جيبي لي سجلات الموظفين اللي عندنا من 23 سنه لهلا. يلا. ايه اخي هلا بيبين معنا، لانه كل الموظفين لهم ذاتيات عنا، ان شاء الله بنقدر نساعدكم. عذبناك ما؟ لا ولا يهمك ولا يهمك، بس بقدر اعرف شو هي القصه. القصه وما فيها انه كان في عندكم بنت هون جابوها من 23 سنه واستلمتها المدام عناية، وهلا اهلها عم بيدوروا عليها وبدهم يرجعوها. انا ما رح اطلع مع هي القصه خسران، وما رح خليها تمسكني من ايدي اللي بتوجعني. احسن شي روح اعمل لها فضيحه بالفيلا واشحطها مثل الكلبه لبرا، وبعدين رح ازتها بالشارع. صدقيني لخليكي تبوسي صار مايتي يا وصالي. في مجال احكي مع الست عنايات مو هاد بيتها؟ ايوه. طيب شكرا 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 كثير لك. طمنا. والله للاسف يا اخي المدام عنايه تاركه بيتها وساكنه عند ولد من ولادها وما حدا بيعرف عنوانها ابدا. يا الله يا الله، ليش هيك ليش هيك؟ طول بالك يا استاذ نزار، الا يكون في حل. هلا طبعا في حل. شو هو؟ ما لكم غير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هنيك أكيد بيعرفوا عنوانها ورقم تليفونها. ميادة؟ ليش تأخرتي؟ اتصلت فيكي على الموبايل وما رديتي علي. ما كنت قدران احكي. معقول هالايام تدور وتجمعكم مع بعض؟ هذا الشيء اللي عم يخليني احس قديش نحن صغار بهالدنيا. طيب هي ما حكت لاهلها؟ قال رح تقول لهم، بس شوي شوي. بالاول بدها تعرف ليش كانوا مخبين عليها طول هاي الفتره، وإذا بيعرفوا أهلها الحقيقيين أو لا. إيه بس المفروض إنها تتأكد، لأنه ممكن ما تكون هاي الحقيقة، والوراق اللي شافتهم ممكن يكون وراهم قصة غير قصة العملية. قلت لها هيك، بس قال الدكتور أكد لها إنه صاحبة هاي العملية مستحيل تجيب ولاد. هاي ما عاد إلك حجة، كل واحد منكم إله قصة، يعني الله جمعكم لحتى تكونوا سند لبعض. الله يوفقكم ويهدي بالكم. أمي ما بدك تحكي معي ولا تقلي لي شو فيه؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ليك شلون مانك قدراني ترفعي راسك؟ عم قل لك ما في شيء. لك أمي ليش هيك عم تعملي بحالك؟ احكي لي شو وجعك؟ احكي. شو بدي اقول؟ قولي لي شو اللي مضايقك؟ انت متضايقه مني، احكي لي. ما في شيء. في شيء احكي طلعي. لا في شيء، وماني طالعه من هون قبل ما تقولي لي شو بك، يعني اذا صار لك شيء انا شو بيصير فيني؟ والله بموت، ما بقدر. تركيني لحالي. عم اقول لك ما في شيء، ما بدي اشوف حدا. امي مشان الله ما في شيء، اتركيني، ما بدي اسمع شيء، اتركيني لحالي، اتركيني. في شيء لي؟ اتركيني، عم اقول لك اطلعي، اتركيني اتركيني اتركيني.
عمى أنا ليش قاعد هون؟ ما صار وصار معي، شو مستني؟ بس كيف بدي أتحرك؟ شبك في شي؟ حاسستك مانك على بعضك. لا ما في شي، بس بصراحة عم فكر إني أحمل حالي من شي. بدي أشوف أختي ورفيقي، حاجة تقلت عليكم، عم فكر سافر بصراحة. كيف بدك تسافر وانت ما معك جواز سفر ولا معك هوية ولا في معك اي شيء يثبت شخصيتك؟ هي المشكلة اللي ما لها حل، بس الا ما يلتها لحل. أنا ما عاد فيني، أنا هلأ بحاجتك كتير. خير دلال؟ شو في خير؟ شو صاير؟ دلال بكي شي؟ صاير معك شي؟ ميادة. شبه ميادة؟ احكي دلال، شبه ميادة. ما بعرف شو صاير له، صرخت بوشي وقلعتني من الأوضة، مسكرة على حال الباب من الصبح، ما أكلت ولا لقمة، ما بعرف شو صاير معها. ميادة، أنا بابا، افتحي لي. الله يرضى عليك يا بنتي، افتحي لي. شو مزعلة؟ ما أنت اللي طالعتيني من ميادة، أنت طالعتيني من يأسي وتجربتي. ها، ما افتحي الباب، افتحي الباب لأحكي معك، افتحي. ما بدي افتح الباب وما بدي أحكي مع حدا، ماني قادرانة أحكي مع حدا. طيب خلينا نحكي. عم قلكم ما بدي افتح الباب. بابا إذا ما افتحي الباب بكسره، أو بحمل حالي بطلع برات البيت وما حدا بيعرف وين رحت. يدا ميادة، خير؟ شو القصة؟ خير بنتي؟ توصلي لحالي إلا إذا كان في شيء جواتك خطير كتير. احكي لي، صارحيني، شو القصة؟ طارق عم يضايقك شيء؟ لا. ميادة حبيبتي، ميادة ما بتتذكري لما كنت تيجي تقعدي بحضني وتقولي نحن رفقة وما لازم واحد يخبي شي عن التاني؟ بتتذكري؟ احكي لي هلا، انا رح انسى اني بابا، رح انسى انك بنتي. احكي لي كرفي، انا رح اسمع ورح ساعدك قد ما بقدر.
ما بدك تردي؟ طيب أنا رح أتركك لحالك. أحياناً بحب الإنسان يحكي مع حاله وبيكون حاله خزان أسراره، بس بعدين بدك تحكي لي. أنا بدي أحاول أساعدك قد ما بقدر.